مرحبا بكم كإعلاميين في هذا اليوم الذي نخلد فيه الذكرى الوطنية لسالمة الطرقية. وكما لاحظتم تشرفت المؤسسة باستقبال مجموعة من الفاعلين في القطاع الأمني، سواء الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو الأمن الوطني أو الوقاية المدنية، في إطار ورشة تحسيسية للتلميذات والتلاميذ مخاطر الطريق وحسن استعمالها من أجل تفادي لا قدر الله حوادث السير. وتعرفون أن المؤسسات التعليمية فيها عدد كبير من التلاميذ والتلميذات الذين هم في حاجة لمثل هذه الثقافة الطرقية. الغاية من ذلك هو الحد من حوادث السير التي نتمنى أن لا تكون أو تقل أعدادها سنة بعد سنة. وشكرا. الفرع الإقليمي لجمعية التنمية التعاون المدرسي بشتوكة أي تباها، جرت العادة أنه في مثل هذا اليوم من كل سنة 18 فبراير كنظموا هذا النشاط الإشعاعي التحسيسي بالمؤسسات التعليمية بالإقليم لتوعية الأطفال بالأخطار اللي كتصادفهم في الطريق. وهذا اليوم يعني هذه السنة هذه كنظموا هذا النشاط هذا بمدرسة ابن البيطار ببيوغرا، اللي في الحقيقة يعني كان نشاط متميز تنظموا في عدة ورشات تحسيسية. كان ورشة ديال الرسم، ورشة ديال الموسيقى، ورشة ديال الدرك الملكي اللي يعني قدموا للأطفال مجموعة من الوضعيات حول السلامة الطرقية. كذلك هناك الأمن الوطني، هناك مجموعة من الأنشطة المختلفة اللي كنهدفوا من وراءها هو التوعية والتحسيس بأخطار الطريق. وتم تتويج هذا النشاط هذا بطبيعة الحال بتنظيم نشاط تطبيقي بواحد الحلبة اللي يعني الأطفال يعني تفاعلوا معها بشكل إيجابي، واستطاعوا أنه يعني يميزوا الإشارات ديال المرور، وكان تتويج ديال كل هذا الأنشطة هذو. وأملنا أنه هذا النشاط هذا يحقق الأهداف التربوية المسطرة ليه، هو التحسيس والحد من الأخطار ديال الطريق والحد من الحوادث ديال. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.